وللحديث عن التطورات في محافظة درعا السورية مع قصف النظام لمناطقها بالصواريخ وشروطه لإيقاف الحملة العسكرية عليها، ينضم إلينا من عمان عبر سكايب الخبير العسكري السوري العميد إبراهيم فواز الإجباوي. أهلا بك معنا عميد إبراهيم. أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا بك سيادة العميد. بداية، كيف تنظر لشروط النظام لوقف تصعيده في درعا؟ هل هي شروط طرف يريد فعلا التسوية؟ مساء الخير لك والسادة المشاهدين. الفرقة الرابعة الموالية لإيران، يعني واضح أنها سيادة العميد، ولو قاطعتك سيادة نعم. العميد، لو تعيد علينا من البداية لو سمحت، لخلل فني، تفضل. طبعا يعني مساء الخير لك وللسادة مشاهدي قناة الرافدين. يعني عندما نرى هذه الجيوش الجرارة التي وفدت إلى درعا وعلى رأسها الفرقة الرابعة الموالية كليا لإيران والمتضمنة عديد من حزب الله اللبناني الإرهابي ومن الميليشيات الإيرانية الطائفية الحاقدة، يتبين أنها لم تأتي إلى درعا لعمل تسويات أو لإجراء مصالحات أو لفرض سيادة القانون، لأنه لا قانون في سوريا حتى الآن ولا دستور أصلا يعمل به في سوريا. وبالتالي الشروط التي تقدمها اللجنة الأمنية في محافظة درعا بطلب من الفرقة الرابعة هي شروط تعجيزية لا يمكن لأي عاقل أن يتقبلها. الشرط الأول هو الموافقة على دخول الميليشيات الإيرانية وإقامة حواجز أو نقاط تفتيش داخل الأحياء وأمام المنازل، وهذا لا يمكن السماح به لأننا ندرك تماما ونعلم بأن الميليشيات الإيرانية حينما تدخل إلى أي جهة كانت أو بلدة أو مدينة أو قرية حتى يعني تنكل بأهلها، تتحرش بالنساء، تقتل الشباب، تقتل الأطفال، وبالتالي لا يمكن أن نسمح بدخول الميليشيات الإيرانية إلى مدينة درعا البلد. الشرط الثاني أن نعترف بعلم النظام بأنه هو العلم الوطني الوحيد دون علم الثورة، وهذا لا يمكن أن يقبل، لأنه حينما كانت قوات النظام والميليشيات الإيرانية تغرز هذا العلم فوق جثث الثائرين الغير مسلحين وتدعي انها طهرت البلد من الارهابيين وترفع هذا العلم على عربات المجنزره والمصفحه والدبابات التي تدعس المتظاهرين، فهذا لا يمكن الاعتراف به كعلم. الشرط الثالث كان هو الاعتراف بشرعيه نظام بشار الاسد او بشرعيه بشار الاسد كرئيس معترف به شعبيا، وهذا مستحيل ومن عاشر المستحيلات، لان محافظه درعا بالذات لم تسمح بدخول اي صندوق انتخابي اليها، ولم يجرؤ احد من اهالي درعا على يعني على الادلاء باصواتهم سواء سلبا او ايجابا، حتى لان من يدلي بصوته يكون خان دم الشهداء. نعم. وخان الحق والأرض. سيادة العميد، يعني نعم، في هذه النقطة بالذات لماذا أصر النظام على تضمين هذه الشروط بشرط الاعتراف بشرعيته؟ ما الغاية؟ لأن محافظة درعا الوحيدة التي لم تنتخب بشار الأسد ولم تعترف بشرعيته منذ عام 2011، وبالتالي هو يريد ترويض محافظة درعا ويريد إذلال المحافظة والانتقام منها، وهو معروف عن هذا النظام نظام انتقامي قاتل مجرم، يعني لا يمكن أن يقبل بتسويات ولا بمصالحات، يعني نعم. هو فقط يريد القتل والتدمير والتهجير والتشريد. سيادة العميد، يعني أنت تعلم أن يعني مجمل الدول، غالب الدول لا تعترف بشرعية هذا النظام بسبب الجرائم التي قام بها. هنا السؤال، لماذا يصر على يعني أخذ الشرعية من درعا بالذات؟ لأن درعا هي أول من قامت عليه، ولا تزال جذبة الثورة مشتعلة في محافظة درعا، وهو يخشى أن تخرج درعا كليا عن سيطرته وسيطرة الميليشيات، لذلك هو يسعى إلى أخذ الشرعية من درعا حتى يقول لباقي المدن والمحافظات أن هذه درعا التي قامت هي بالثورة وأنتم ساندتموها هي اليوم تعترف بشرعية الأسد، لذلك اعتبروا أن الثورة قد ماتت، وهذا لا يمكن أن يحدث.
نعم، نلاحظ أن هناك تماهيا روسيا مع النظام خاصة في تصعيده الأخير في درعا. قلت قبل قليل أن من أهداف النظام يعني في هذا التصعيد الأخير دخول الميليشيات الإيرانية أيضا إلى درعا. هنا سؤال، ما هي مصلحة الروس في دخول الميليشيات الإيرانية باتجاه الجنوب السوري؟ يعني منذ أن دخلت روسيا إلى سوريا بقواتها العسكرية وطيرانها الاستراتيجي، هي تدرك بأنها ليس لها أي شيء على الأرض سوى الشرطة العسكرية، وبالتالي هي بحاجة إلى ميليشيات لكي تقوم مقامها في ضبط المنطقة وإعادتها إلى حضن بشار الأسد، لأنه قدمت روسيا إلى سوريا لإعادة الخارج عن سيطرة بشار الأسد إلى تحت سيطرته، وهذا لم يتحقق له في محافظة درعا، خاصة أنه بعد التسويات عام 2018 بقيت المنطقة لا تعترف بشرعية النظام ولا تعترف بوجود الميليشيات في محافظة درعا، لا سيما بعد أن عاثت فسادا في المحافظة، نشرت المخدرات، نشرت التشيع، نشرت الفوضى، نشرت القتل والإجرام، وعدا عن مسلسل الاغتيالات الذي من فك أن يغتال سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف، حتى الأبرياء الذين لا علاقة لهم لا بالثورة ولا بالنظام تم اغتياله. طيب سيادة العميد، نعم سريعا لو سمحت لي، يعني المعارضة المسلحة كما تعلم أعلنت النفير العام، ما هي القيمة العسكرية لهذه الدعوة؟ يعني إذا عدنا إلى تاريخ 29/7 من هذا العام، يعني وجدنا أن كافة بلدات ومدن حوران قامت قومة رجل واحد حينما حاولت الفرقة الرابعة اقتحام درعا للمرة الأولى، وبالتالي سيطروا على أكثر من 25 نقطة عسكرية وأسروا أكثر من 200 عسكري تابعين للنظام. هذا هو المقصود من النفير العام. اليوم إذا قامت هذه البلدات والمدن قومة رجل واحد كما قامتها في 29/7 فهو النظام ساقط لا محالة، طالما أن الطيران الروسي حتى اللحظة لم يتدخل، ومعروف لماذا لم يتدخل الطيران الروسي حتى هذه اللحظة لمساندة النظام في هذه الحملة. نعم. لذلك يعني ال- 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 النفير العام الذي دعي إليه من شأنه أن يكركب النظام ويجعله يعيد حساباته في الفكرة. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من عمان الخبير العسكري السوري العميد إبراهيم فواز الإجباوي، شكرا جزيلا لك.